خلص كام النهارده مع صلاح جمعه يا كابتن احمد؟ هو الصراحة صالح كسبان في كل ال طب ليه يعني تلعب بمين كسبان يا تلات كابتن احمد؟ ماتشات تلعب بمين؟ مش بكده. بلعب بمين؟ هو ما محظوظ ها؟ مش محظوظ، هو بارد وانا ما انا مش بارد. هو بس هو انا احبش لعب العيال البرد الصراحة، هو بارد قوي يعني. لكن يعني لكن بيبقى سكور؟ كسبت تلات ماتشات. سكور ولا 2-1 و3-1 والحاجات دي؟ لا يعني كسبت مرة ما 2-1 3-1، هو يكسبني 4-1 3-1 3-0 2-0 2-1، وعمال يكسب الدقيقة 90. مش فاهم هو جاب الحظ ده كله منين، بس هو بارد يعني. وانا ما بحبش العب مع الناس البارد. طب بيلعب بمين؟ بيلعب بمين؟ هو بيلعب باي حاجه يعني، لا هو والله بيلعب، يا لا معلم. مش بيلعب باي حاجه، لا هو مش باي حاجه يعني، يعني هو مش للدرجه دي مش يعني. الدرجات دي اه. لكن هو ساعات العب انا بسيتي، هو يلعب بسيتي، هو يوفي، انا العب باريس سان جيرمان كده يعني. عايز انتقل معاك لنقطة تانية.